التواصل يستمر أيها الأخوة الكرام ومتابعينا الأعزاء، هكذا تستمر انطلاقاتنا في أشواط صباحية هذا اليوم، وانطلاقات التمهيدي الثاني عشر ياتي في تعداد تمهيديات الموسم الذي نظم نادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير على بركة الله مع انطلاقة شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الرابع الذي خصص للجعدان. انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها للجميع. إلى المقدمة وإلى المركز الأول يأتي هملول سليم بن حمد بن سالم الشباني الاكتبي على مقدمة الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني مياس، يأتي الآن سعيد بن الصغير بن خضارة المحرمي مع المركز الثاني، بينما ننتقل إلى المركز الثالث وهذا هو السليماني. سعيد بن سالم لينيبي يتقدم مع المركز الثالث، بينما ناخذ الوصول إلى المركز الرابع وعندنا اللي منطلق سلاب علي بن فايل بن خريبيش العويسي يتحرك إلى المركز الرابع، بينما في المركز الخامس يأتي مرموق لسيب بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي مع المركز الخامس، بينما في المركز السادس يتقدم على المركز السادس حبشان أحمد بن عيلان بن كراز السبوسي، يأتي الآن على المركز السادس، بينما في المركز السابع في هذه اللحظات مع المركز السابع على الوصول والغدوم في هذه اللحظات هذا متعب سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما ننتقل إلى المركز الثامن وفي ثامن المراكز المارد مبارك بن راشد بن مصبح الظاهري مع المركز الثامن، بينما في تاسع المراكز أدهم السعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري، بينما في عاشر المراكز لافي لحمد بن يعروف بن مرخان الاكتبي. هكذا أيها الأخوة الكرام النتيجة والنضال العشر المراكز الأولى، أوفينا لمسامعكم هذه الأسماء، هذه الشعارات التي تسير لتبحث عن الإنجاز وعن الفوز وعن الانتصار، وعودة من جديد إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول وإلى البداية. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، وهنا الآن اللي على مقدمة هذا الشوط اللي على المركز الأول في هذه اللحظات هذا هو أيها الأخوة الكرام مياس سعيد بن الصغير بالدكوك على مقدمة الشوط على المركز الأول في هذه اللحظات، بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني هملول سليم بن حمد الشباني الاكتبي، بينما في المركز الثالث يتقدم مرموق لسيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي مع المركز الثالث، بينما في رابع المراكز السليماني سعيد بن سالم الينيبي، بينما في المركز الخامس أيها الأخوة الكرام واصل لنا سلاب علي بن فايل
بن خريبيش العويسي. هذه مشاهدينا الاعزاء النتيجه للعشر او للخمس المراكز الاولى، وفينا لمسامعكم هذه الاسماء، هذه الشعارات، وعوده من جديد الى مقدمه الشوط، عوده الى الصداره، عوده الى المركز الاول. روح يا بدكوك ونبى السلام الى اهالي المسعودي، يطالبون الجماهير بالسلام الى اهالي المسعودي والى مدينه العين والى ميدان ابو سمره التراثي. الله ما شاء الله وتبارك الله على هذا الانطلاق الرائع اللي يقدمه في مقدمه الشوط مياس. ما دام عندي ولد مياس يهبني من مطلعي كوس يقول مسري بلبس عقال السبق منكوس. ها هو مشاهدين الاعزاء مياس في مقدمه الشوط، لكن سيف بن جعفر بن مرخان قادم مع مرموق. مرموق يبحث عن الموقع المرموق، يبحث عن الموقع المرموق، بينما اللي واصلنا لا في حمد يعروف مرخان لكتبي وصلوا وصلوا وصلوا. إلا أيضا أهالي الطلايب يبحثون عن الفوز وعن الانتصار. وسعيد بن سالم لينيبي غادم مع السليماني. السليماني يا سلام يا سلام يا سلام على هذه المنافسة. الله يا سلام يا سلام على هذا التحدي. روح يا بن خضارة روح روح، والقلب داعي لك مع هذا الانطلاق. السلام نبال ابو سمره، السلام نبال المسعودي، للمسعودي ما شاء الله وتبارك الله. ايضا ها هو مشاهدينا الكرام هذا مياس 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 السلاله الصغانيه السلاله الصغانيه، بينما مرموق قادم لسيف بن جعفر بن مرخان مع المركز الثاني في هذه اللحظات في هذه المنافسة. ما شاء الله وتبارك الله، ها هو مياس. سلام 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 على هذا الأداء الكبير ليقدم مياس. سعيد بن الصغير بالدكوك المحرمي، والتهنية موصولة لأبو سعيد الصغير بالدكوك المحرمي. سلام للمسعودي، سلام سلام لأبو سمرة وإلى أهالي المسعودي، يستاهلون هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مرموق، سيف بن جعفر بن مرخان المركز الثالث، وصلافي لحمد بن يعروب بن مرخان الكتبي. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة، توقيت الزمن 7 دقائق 44 ثانية. تهانينا للصغير بالدكوك المحرمي وإن جاله على هذا الفوز، وسلاماتنا ذاهبة إلى مدينة العين، مدينة الخضرة والجمال، إلى منطقة المسعودي. تهانينا والناموس للجميع.